خاطئة لدى البعض. وفي هذه الحلقة سنبين لكم أهم العادات الغذائية الخاطئة في شهر رمضان. أولا، شرب الماء البارد مباشرة على الإفطار. في حالة العطش الشديد يلجأ الكثير من الصائمين إلى شرب الماء البارد بكثرة على الإفطار، وهذه العادة قد تؤدي إلى حدوث تشنجات حادة وتقلصات في عضلات وجدار المعدة، لذلك ينصح بشرب الماء المعتدل البرودة. ثانيا، الإكثار من تناول الأطعام الغنية بالدهون. يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف وهي موجودة في الفواكه والخضروات، وتجنب الطعام المقلي والذي يحتوي على الدهون، فقد يكون سبب أساسي لإصابتك بحرقة المعدة والحموضة، وأيضا قد يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تعمل على زيادة وزنك. ثالثا، الإكثار من تناول السكريات. يلاحظ من الأخطاء الغذائية عند بعض الناس الإكثار من تناول الأغذية عالية السكريات مثل الحلويات والمعجنات بشكل مكثف طوال فترة الإفطار، وللأسف أن ذلك يؤدي إلى عدة مشاكل مثل الإرهاق والتعب خلال نهار رمضان والشعور بالعطش، وكذلك يؤدي إلى تراكم الدهون والسمنة وارتفاع سكر الدم. رابعا، الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار مباشرة. يجب تناول الأطعمة سهلة الهضم وتناول طعامك ببطء وخاصة في وجبة السحور. خامسا، الاعتماد على شهر رمضان لإنقاص الوزن. هناك اعتقاد خاطئ عند بعض الناس وهو التجويع الشديد خلال شهر رمضان على أساس أن شهر رمضان فرصة لإنقاص الوزن، ولكن ذلك يؤدي إلى خلل في توزيع مكونات الجسم وقد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ونقص في بعض العناصر الأساسية التي قد تؤدي إلى فقر الدم والشعور بالدوار والتعب، فالحرص على الغذاء المتوازن أمر مطلوب. لا تنسى أن تدعمنا لكي نقدم لك الأفضل، وذلك من خلال الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركة أصدقائك.